بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأحبابي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لنحاول دخول مدخل جديدا إلى رمضان الكريم. وإذا بدأنا بآيات الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أريد أن أخذ كلمة لعل، الله عز وجل أنه لعل ولم يقل أنكم ستكونوا بعد رمضان متقين، ولذلك وهذا لأن الصيام هو وسيلة للمساعدة للوصول إلى التقوى. إذا أخذنا التقوى بحد ذاتها أصلا هو سر عجيب وعالم كبير. يعني أحد التعريفات للتقوى التي قالها الإمام علي عليه السلام: التقوى هي العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. يعني أمر عام جامع كامل. حتى ترجمة التقوى باللغة الألمانية فقط بخوف الله هو صحيح، ولكن ترجمة ضعيفة جدا، صعب جدا أن تترجم مثل هذه الكلمة. فكيف نعرف أننا وصلنا إلى شيء من التقوى عبر صيام هذا الشهر؟ اقتراحي إخوتي وأحبابي هو كما يلي: أن تفحص نفسك ونفسك أختي الكريمة بعد رمضان. هل أخذت معي من دروس رمضان إلى ما بعد رمضان، أول الأيام ليس فقط أيام العيد أو بعدها، بعد شهر وشهرين وثلاثة، لتكون زوادة لعام كامل أم لا؟ غالبا نرى أننا ننتهي من رمضان في آخر الأيام ونبدأ العيد وكأننا لم نصم في حياتنا، وكأن التقوى لم تدخل إلى قلوبنا، وكأن كل دروس رمضان لم تعد موجودة. فإذا هذه لعل كان جوابها لا. محاولاتنا إخوتي أن يكون رمضان درس لما بعد رمضان، وأن يكون رمضان ليس فقط كما هو معروف عند الجميع صياما عن الطعام والشراب والدخان وغير ذلك، ولكن أن يكون وسيلة لضبط النفس لما بعد رمضان. يعني إخواتنا مثلا المدخنون، جميل جدا أن يقف عن التدخين خلال شهر رمضان. هناك من يقف فعلا كل رمضان عن التدخين، هذا شيء رائع وجميل، ولكن الأجمل من ذلك أن يكون له أثر لما بعد رمضان، وأن يقول أنني أتخلى عنه أو أن أتخلى بشيء كبير عنه بعد رمضان. العادات العامة، الزيارات بين الناس، القرب بين الأهل الذي يكون في رمضان أكثر من غيره، أن نأخذ منه أيضا شيئا لما بعد رمضان. يعني بعد رمضان في 6 أشهر اسأل نفسك واسألي نفسك: هل ما زال عندي شيء من روحانيات رمضان، من تقوى رمضان، من مغفرة رمضان، من رحمة رمضان معي، أم أنني عدت إلى ما قبل ذلك وعادت حليمة إلى عادتها القديمة؟ فلنأخذ فقط هذا الدرس من رمضان، وأن نقول أن ما نأخذه معنا كزوادة إلى ما بعد رمضان إلى الأعوام القادمة. وبالذات المغفرة، فهناك من يسمع الحديث الشريف: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا حديث البخاري. فكثير منا يظن أنه إذا صام غفر الذنب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إيمانا آمنا والحمد لله، احتسابا. ما معناها احتسابا؟ هو أن يكون معك دائما، وأن تكون أخذت منه شيئا. فكلامنا موجود أيضا في هذا الحديث الشريف. حتى الأحاديث مثل: أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، ولو أن هذا الحديث ضعيف ولكن في معناه في شيء طبعا من الصحة، أيضا لا نقول عتقنا من النار وخلصنا من الموضوع. لا، اسأل نفسك بعد رمضان. فإذا كان الجواب نعم، هذه الزوادة موجودة، هذه الروحانية موجودة، فاعلم إن شاء الله أنه كان رمضانا متقبلا. بارك الله بكم إخوتي وأحبابي وأخواتي العزيزات، ولنا لقاء إن شاء الله في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.